أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عليكم بالعافية. معنا اليوم الشيف محمد من شركة كايتا. أهلا وسهلا شيف. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. كل عام أنت بخير شيف. وأنت بخير أستاذة. شو اليوم حتحضر لنا؟ الدجاج بالروزماري. خلطة. مش هنقول بقى طبق صحي. إحنا هنحاول إن نعمله بطريقة تكون صحية أكتر. بنحاول نقلل من استخدام الزيوت فيه. وبدل ما نعمله دوب فراير في الزيت ممكن نحطه في الاير فراير او في الفرن. بيكون اسهل ويكون صحي اكتر. صح. عشان الصيام جربت انا الاير فراير. الاير فراير نفس الايفكت بيعطينا تبع ال ما هو احنا نقدر ديب فراي نقدر نستغنى عن الزيت التقيل ويبقى بس موضوع ان هو سبراي وخلاص زيت ويبقى اخف في الكالوريز واخف كمان في الدهون وكذا اكيد عشان الصيام. اوكي معنا دجاج متقطع على 8 قطع. معنا دجاجة 1300 جرام متقطع على 8 قطع. معنا روزماري. معنا صلصة طماطم. دقيق وفلفل الوان. معنا بصمات بصل متقطع ناعم. معنا للتزيين ممكن جزر ممكن بصل. معنا حبهان حسب الرغبة. معنا فلفل اسود. ومعنا توم كمان متقطع ناعم. معنا كمون وفلفل احمر وورق غار والملح. اول شيء بنبدا بسم الله بنتبل الدجاج بتاعنا بالروزماري. بنتبل بالروزماري بنخليه على جنب. بنشيل كمان ناخد شويه كمون. ربع ملعقه كمون وربع ملعقه صغيره فلفل اسود فلفل احمر ونص ملعقه ملح وفلفل اسود وملح. ورق اللورة او الورق الغار وحبهان على حسب. بالنسبة للفلفل الاحمر شيف خلينا نحكي عن الفلفل الاحمر وفوائده. الفلفل الاحمر متواجد بكثرة بالذات في المطابخ اللي هي الهندية. يعني يفضل احنا نستخدمه في المطابخ تبعتنا لانه بيعلي عملية الايض عالي جدا بالفيتامين سي وبالبيتا كاروتين. بالبيتا كاروتين يعني الفلفل الاحمر فيه فيتامين سي زي أيوة زي الليمون زي البرتقال. فيه فيتامين سي وفيه البيتا كاروتين اللي هي بتتحول للفيتامين اي. فيتامين اي يعني مليان بالفوائد الفلفل الاحمر. بننصح المشاهدين بتاعنا حاول تستعمل الفلفل الاحمر وتستخدمه في الوصفات بتاعتنا. مش شرط كل الوصفات حتى ولو بصورة بسيطة يعني مفيد لنا. عم بنتبل الدجاج. تبلنا الدجاج بتاعنا بالطريقة ديت خلاص. وبعدين بنحط البصمات نفس الطريقة بتاعت الدجاج المحمر. بنحاول نتأكد ان هو خد من لمتين من الجنبين البصمات والدقيق. بنكفره وبنجيب الصينيه اللي احنا نحطها في الفرن. طب جاهزه عندنا الصينيه مدهونه زيت بالارضيه بتاعتها عشان ما تلزقش. ونحطها هنا ونحاول نحط الدجاج. طبعا ممكن نحمرها احنا بالفرن او ممكن نحمرها بالاير فراير عشان تعطينا نفس الايفكت تبع الديب فراي بس بسعرات حراريه اقل وبدهون اقل فبتكون هيك صحيه للقلب واكثر يعني صحيه بالضبط من ناحيه السعرات الحراريه بالذات للناس اللي بدها تنزل اوزانها. هذا علي من الزيت لو ما عنديش سبري حتى بس زيت خفيف رشه زيت خفيف وبعدين بحطها في الفرن من 30 ل 40 دقيقة على نار حجرة على درجة حرارة متوسطة. وبنبلش نعمل الصلصة بتاعتنا. احنا انتهينا اللي انتهينا منه بنخليه في جنب. احنا كده ما عندناش عايزين البصمات وما عندناش عايزين الدقيق. هنبلش نعمل الصلصة بتاعتنا. خلينا نحكي على السعرات الحرارية تبعون الوجبة قبل ما الزيت يحمى. بالنسبة للسعرات الحرارية تبعت هذه الوصفة عندنا 544 سعرة حرارية 35 جرام من الدهون
وعالية جدا هي في البروتين، لأن هي أصلا المكون الأساسي تبع الدجاج 44 جرام من البروتينات و10 جرام من الكربوهيدرات. وحط توب توب خفيف. هاي وجبة تعتبر يعني مشبعة بالنسبة لمثلا واحد صايم. مشبع جدا. لأنه البروتين يعطينا الشعور بالشبع لوقت أطول، وهاي الوصفة اللي هي المكون الأساسي الدجاج فيها هي عالية بالبروتين، فهي بتشعر الصائم بالشبع بعد ما يفطر، بتشعره بالشبع، وهي عالية بالحديد والفوسفور المفيد جدا، الحديد المفيد لقوة الدم والفوسفور الجيد جدا لقوة العظام. كمان هي عالية بمادة الفيتامين بي الرايبوفلافين اللي هي بتساعد في عمليات الأيض وبتعطي طاقة للخلايا. تعتبر هذه الوجبة وجبة متكاملة لأنها فيها البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وفيها كميات عالية من الفيتامينات والمعادن اللي بتوفرها الفليفلة أو اللي هي الفلفل الحلو، صلصة الطماطم الغنية باللايكوبين، مادة اللايكوبين المضادة للأكسدة واللي بتحمي من السرطانات، فيها كمان بصل وثوم اللي هم اللي بيحاربوا الخلايا السرطانية أيضا، ومضادات للأكسدة جيدة يعني فيها مواد بتحارب البكتيريا. بس بننصح السادة المشاهدين خصوصا في الصيام ما تاكلش كتير من الوجبة دي، يعني قطعة قطعتين دجاج على الفطار مع شوية شوربة شوية سلطة، عما المعدة تشتغل وبعدين. أكيد أهم شيء للصائم إنه يبدأ صيامه بثلاث حبات تمر وصحن من صحن من السلطة وبعديها صحن من الشوربة ويبدأ بالوجبة الرئيسية، فهيك بيكون هو عبى معدته خضروات وسوائل، فما بيتناول كمية كبيرة من هاي الوجبة اللي هي بتكون شوي دسمة بس برضو مفيدة. هنحاول نعمل لها شي صوص تتاكل معاها، بحيث اللي هي تبقى في حاجة تتاكل معاها، ما تبقاش الأكل دراي، وما تبقاش كمان اللي هو كله محمر فيأثر. ممكن تتاكل مع الخبز أو الرز اللي برضه تعتبر كربوهيدرات وبتمد الجسم بطاقة لفترات طويلة. بالظبط. وبنحط كمان بنخلي فيها كمان شي فلفل ألوان. هلأ متوفر في الجمعيات اللي هي الصلصة قليلة الملح، فممكن استبدال الصلصة العادية بالصلصة قليلة الملح اللي هو مرضى ضغط الدم أو الناس اللي بيعانوا من أمراض القلب وبدهم يحموا القلب تبعهم. ونزيد الصلصة بتاعتنا. الدجاج بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بيكون معانا بالشكل ده. خلاص نهدي النار شويه على الصوص بتاعنا، احنا نعتبر لحد ما جاهزين، وبننزل الدجاج بتاعنا بحيث اللي هو ياخد النكهه من الصلصه بتاعتنا والروزماري والطماطم، ويبقى في نفس الوقت كمان يكون تندر، ما يبقاش اللي هو ايوه ناشف، حتى الاطفال يقدروا ياكلوا، عشان الاطفال يقدروا ياكلوا. برافو. بالظبط هذا هو. بسيبه بس لبعد الوقت ان هو الصوص بتاعنا يلف شويه مع اللي هو عشان التشيكن نفسه يشرب من الدجاج من الصوص. تعرف شيف الروزماري كثير منيح، انه بيحمي من الشيخوخه، بيهدئ الاعصاب، حتى كمان الروزماري مضاد للأكسدة، فبيحمي خلايا الجسم من التأكسد والمضار اللي ناتجة عن التأكسد. يعني السرطان هي إحدى نتائج اللي هي تأكسد الخلايا. الطبق بتاعنا جاهز، هنشوف احنا ازاي نقدمه. خلاص بنطفي النار على طبقنا. خلاص احنا جاهزين خالص. بنجيب طبق عشان نقدم فيه. معانا الطن، نجيب ماسك عشان نعرف نرش. بنحاول اللي هو ننزل بشكل كويس كده، بشكل يكون مناسب.
شكله كتير لذيذ يتقدم على وجبة على الفطور. لذيذ جدا كمان، فعشان كده بنصح المتابعين وأصدقائنا في كل مكان محدش يعني يكتر من الطبق ده، كل بس كل تناول قطعة قطعتين أما المعدة تشتغل. وفينا دايما الاعتدال، دايما في التغذية دايما بنقولهم كلوا اللي بدكم اياه بس باعتدال، وارجع كل تاني بالكميات اللي هي المناسبة، وفي اكل تاني منه على السحور مش مشكلة، بس ما تاكلش الوجبة كلها مرة واحدة فتحس ان انت جسمك اتأثر بالكمية اللي انت اكلتها. بس صلصة الطماطم بالنسبة للناس اللي عندها الارتجاع يفضل انه ما يكتروا كتير منها، يعني ممكن يقللوا منها لانه صلصة الطماطم بتزيد من اللي هي الارتجاع الاسد في المريء. شايف الالوان اللي احنا اخترناها للطبق بتاعنا؟ كتير حلو، الوان جميلة وكل ما زادت عنا الالوان في الطبخه كل ما تنوعت الفيتامينات بالزبط والمعادن. بالزبط وجبه عاليه بفيتامين سي، بالبروتين، بالالياف الموجوده في الطحين والبقسماط، بالمضادات الاكسده، وجبه جدا جدا غنيه. هنحط لها اي نختار لها قرنش يكون مناسب للالوان اللي احنا حطيناها في الطبق بتاعنا. دايما نراعي دايما اللي هو الطبق يكون فيه اشكال حلوه. حتى حبه الطماطم نعملها بالشكل ده كده، مش الواحده مثلا نحطها كده. اعتقد ان احنا بشكل وجبه غنيه كبير ومتكامله مع طبق من الرز او الخبز، بصير عندنا متوفر عندنا كميه كافيه من الكربوهيدرات، البروتينات للأشخاص البالغين أو حتى الأطفال، يعني حسب الكميات. طبعاً أعتبر خلاص جاهز، وبالهنا والشفاء لمشاهدينا. أنا زي ما حضرتك شايف الطبق بتاعنا جاهز، أتمنى يا رب يكون عاجب المشاهدين، وبالهنا والشفاء. وإحنا كل حلقة بنقدم وصفات صحية وسهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، زي اليوم طبخة اليوم كل شيء متوفر عندنا في البيت، الدجاج، البقسماط، الطحين، الخضروات، فبنحاول قد ما بنقدر انه المكونات تكون متوفره في كل بيت وما تكون غريبه او مكونات صعب توفرها، بنفس الوقت تكون صحيه. وشكرا يا شيف محمد على الوصفه اللي ريحتها كثير لذيذه. بشكر حضرتك، كل سنه طيبين وانت طيب. وبهذا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نشوفكم ان شاء الله في حلقات ووصفات صحيه اكثر في برنامجنا عليكم بالعافيه.